بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام المبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ونحن في الربيع النبوي، هذا النبي الكريم الذي يقول عنه العلماء: ما من نعمة ينعم بها مخلوق في الأرض أو في السماء، مخلوق إنسانا كان أو جنيا أو حيوانا أو مادة، إلا وواسطتها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. رحمة الله تعالى تنزل من الله، وفضل الله تعالى من الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بواب على خزائن الله. الله هو المعطي وأنا القاسم، قال صلى الله عليه وسلم: الله هو المعطي وأنا القاسم. كلام أهل الله تعالى لا يمل، انهم يعرفون بمشكات النبوة ومشكات القرآن لا تنقضي عجائبه، لا يخلق على كثرة الرد، ولا تشبع منه العلماء. فمن كان يستقي فهمه وكلامه من كتاب الله سبحانه وتعالى عز وجل فلا يشبع من السماع لهذا الكلام. هذه الوصية كتبت لأجل التنفيذ. عندما يموت الميت أول ما ينفذ قبل تقسيم تركته تنفيذ الوصية قبل أن تقسم التركة. حبيبنا انتقل إلى جوار ربه وخلف إرثا عظيما لا يتسع الوقت للوقوف عند كل جملة عند كل فقرة، ولكن أمر هكذا على بعض الجمل استرعت انتباهي لأجل أن أشارك أحبتي فيها، ولنحاول جميعا أن نترجم هذه الوصية إلى سلوك. يقول الحبيب رحمه الله: رحم الله عبدا لله وأمة دعا الله بقلب خاشع لمن انقطع عمله. من وصايا الحبيب المرشد دعاء الرابطة، والدعاء مستجاب. فمن دعا الله بقلب خاشع تشمله رحمة الله سبحانه وتعالى عز وجل. استوقفتني جملة أخرى في هذه الوصية، قل فيها الحبيب: وصية ليتذكر متذكر ويدعو داع، فتلتئم أواصر الصلة ويتحقق التزاور في الله والتحاب في الله عبر الزمان، لا تحبس الصلة برازخ الموت. هذه الوصية من سيستفيد منها؟ هذه الجملة مكررة هنا في الوصية: أوصي بها من يسمع ويعقل. كيف نقرأ الوصية؟ كيف نتدبر الوصية؟ أن نعقلها، أن نسمعها. فيبقى صدى هذه الوصية ترجعه الأزمان والأجيال إلى يوم القيامة، كما ذكرت هنا الوصية صدى ترجعه إن شاء الله أجيال العدل والإحسان إلى يوم الدين. هذه بشارة أخرى بأن أمر الجماعة ماض إلى يوم القيامة. استوقفتني عبارة عندما قال الحبيب رحمه الله: ويشهد هو أن القدر حق. كلنا نشهد أن القدر حق،
لكن هو أضاف: لا تتحرك ذرة في الوجود إلا بإذن الحكيم الخبير سبحانه. التعامل مع القدر، الأحداث، الوقائع، مجريات الأمور، نؤمن بالقدر هكذا، ولكن كل فعل وكل حدث صدر منك وعليك وفي الكون ترده إلى الله سبحانه وتعالى عز وجل، نغفل عن هذا الأمر. إذن فإيماننا بالقدر يستلزم نسبة الفعل. سيدي عبد الله كان كيذكرنا على سيدي عبد السلام كيقول له افتح الميديا ياك باش نشوفوا ونسمعوا اش اللي دار الله تعالى في الكون ديالو، ماشي ماذا صنعت امريكا او روسيا او كذا او كذا. ما من ذرة تتحرك في الوجود إلا بإذن الحكيم الخبير سبحانه وتعالى عز وجل. انتقل إلى عبارة تتعلق بتربية الأولاد وبقتل الأولاد، وصية الله تعالى عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. يقول: ومن القتل بل من أقصاه أن نترك عوامل التضليل والفساد تغتالهم من بين أيدينا. من أشد أنواع القتل أن نترك عوامل التضليل والفساد تغتالهم من بين أيدينا. إذن هذا الواقع العفن الفسد الفاسد، هذا الواقع الجارف المميع المضلل، إن استسلمنا له وخضعنا لهذا الواقع فنحن نساهم في قتل الأجيال، في قتل الأبناء. ما ذنبهم؟ أمرنا أن نكثر النسل: تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. أنت مسؤول عن تربية هذه الأولاد وعن إطعامهم وعن إكسائهم وعن كذا، ولكن هل هيئنا لهم البيئة الصالحة والمكان المناسب لينشأوا تنشئة إسلامية صحيحة؟ هل طهرنا المجتمع؟ هذه الجملة تلقي على عاتقنا يعني ثقل الدعوة. كيف نتحرك؟ كيف نقاوم الظلم؟ كيف نطرد الفساد؟ كيف نوفر للأجيال ولأبنائنا الجو المناسب لأجل التربية؟ وإلا إن تركنا الحبل على الغارب فنحن نساهم في قتل هذه الأجيال. نسأل الله سبحانه وتعالى عز وجل أن يحيي بنا وعلى أيدينا أولادنا وأولاد المسلمين أجمعين. ما تكلم الله تعالى: ولا تقربوا الفواحش. ماذا أخذ منها حبيبنا المرشد؟ قال: وألا نقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فإننا إن اقتربنا طوعا وميلا أو استقلنا بين يدي طاغوت التهجين الثقافي والتدمير الأخلاقي فقد وقعنا في حمأة الفواحش. استقلنا بين يدي طاغوت التهجين الثقافي، اهتميت بنفسك كما هو عادة المسلمين عادة، ما عندك غرض في من كفر وفي من طغى وفي من تجبر وفي من ظلم وفي من قهر وفي من، ما معنى هذا؟ فقد وقعنا في حمأة الفواحش. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إذن نفس الشيء، مسؤولية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، مسؤولية تطهير المجتمع،
مسؤولية المساهمة في تنظيف الواقع الفاسد. الإيمان بضع وسبعون شعبة وآخرها إماطة الأذى عن الطريق. هناك الأذى الحسي له خطر ولكنه بسيط، حجرة، شوكة، شجرة، شي حاجة نجاسة تزولها، هذا الأذى هو أذى بالفعل ولكن ضرره بسيط. الأذى الذي يصيب القلوب ويصيب العقول، الفلسفات، الإيديولوجيات، الأفكار، الإعلام، السلوكيات، هذا اللي كيأذي الإنسان في أمس الخصائص ديال الإنسانية ديالو، بيقتل في الإنسان شهامته، كرامته، عفته، رجولته، إيمانه، غيرته. ماذا بقي في هذا الإنسان؟ أشارت الأخت الكريمة أن المشروع ديالنا أول ما يستهدف هذا الإنسان، كيف نعيد صياغته، كيف نعيد بناءه. فشارعنا وبرامجنا كلها يجب أن يكون هذا قصدها وهذه غايتها. يتحدث عن الوصية بالعهد، وصية الله تعالى وأوفوا بالعهد، ويقسمه مفهوم العهد إلى مفهومين. يقول وأن في بعهد الله كل ذلك مفهوما في إطلاقه في الخلق الفردي والتدين الخاص. عهد، الأوامر كلها عهود. رحم الله الإمام الشعراني الذي كتب كتاب العهود المحمدية، يبدأ كل جملة فيه مما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسوق حديثا فيها فيه أمر أو نهي. عادة الناس يوفون بهذا العهد، ولكن هناك مفهوم آخر للعهد، مفهوما في تقيده بضوابط العمل الجماعي السياسي. وضع ديال سيد ربي، جعلنا الخلفاء دياله الأرض، ربي وضع نظام السماوات العلى لا تتخلف عنه، ووضع الإنسان نظاما لتستقيم حياته، وجعلنا خلفاء على هذا النظام. إقامة العدل في الأرض، هذا عهد أخذ علينا من الله تعالى ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نكون أمناء لشرعه ولدينه ولنظامه في الأرض. والعلماء بين الأمناء، العلماء أمناء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمناء الله تعالى في أرضه. الله تعالى استخلفنا، الله تعالى أن يستخلفنا، فلا بد إذن للوفاء بهذا العهد، أن نسعى إلى إقامة وأن نستأنف الحياة الإسلامية لأجل الوفاء بهذا العهد. يتحدث عن النظام الرقيق، ملك اليمين. يقول في هذه النقطة، نجاهد عن ديننا ونملك القوة ليكون ليميننا معنى في الوجود وقيام بالموجود. وقبلها قال كان نظاما يوم كان الشرك يقابله الإيمان بعتاد متكافئ مع أهل الإيمان رسالة يبلغونها بالدعوة تدافع عن حوزتها القوة. الدعوة بدون قوة ضائعة لا تتمكن، فالدعوة لتكون محفوظة ولتسري في الوجود لا بد لها من قوة تحميها، قوة إيمانية، قوة عددية، قوة تنظيمية، قوة فعلية في غادي الدولة إن شاء الله تعالى عز وجل.
وإلا كم من أصحابي دعوات صادقة ماتت ولم يعد لها أثر، لأن أهلها لم يسعوا إلى اكتساب القوة لأجل الحفاظ على هذه الدعوة وعلى مقومات هذه الدعوة. صلى الله تعالى عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا أهلا لهذه الأمانة. قولوا قولي هذا وأستغفر الله وأستسمح على هذا الإطار. السلام عليكم ورحمة الله.